طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا عيال؟ عساكم طيبين مبسوطين. رجعنا نكمل سلسلة قلوب من حديد هارت سوف هيروين. طبعا خلوني اقصر الميوزك شوي، جد الميوزك مزعج شوي، ف يمكن انتم تسمعونه قليل لكن انا اسمع مزعج شوي. فنبي نكمل يا عيال، والمرة هذه ما نبي نطول وقت. الأمانة انا ما ابي اضيع وقتي، والله تقول الصراحة ما أبغى أسوي سلسلة طويلة من 100 حلقة، أنا أبغى سلسلة من 10 حلقات بالكثير. بنحاول نختصر عيال بقدر الإمكان، يعني بقدر ما نقدر نستطيع بنحاول نختصر. فالحين نبي نهجم على إسرائيل، وأيضا في حاجة بسويها يعني باكستان بخليها تهجم على أفغانستان. أفغانستان أحسها كذا بدون فايدة للأمانة، يعني علمهم لا هو كويس، العلم حقهم ما هو كويس، حتى رئيسهم شبه يا ولد. لو باكستان دولة قوية، لو أخذت أفغانستان بتكون أفضل، يعني بيكون لهم إمكانية أنها تصير دولة يعني أفضل بكتير. فنضغط تاج، بعدين نكتب تي دي بوك، أكتب كذا، لا نكتب تاج يا أخي الكابي ثلاثة غثهم. نكتب تاج، بعدين نكتب تي دي، بعدين نكتب بوك يا بوي. تي دي بوك does not seem to be field tag. لا ما نكتب تاج معه، نكتب تي دي بوك. انا طول تي دي بوك، معليش انا نسيت. هذا الخيار يعطينا المعلومات حقت الدول زي ما تشوفون في القائمة السوداء هذه كبيرة، يعني اذا كتبت هذا يعطيك الاي دي تبع. نكتب الحين نكتب نكتب تاج ونكتب AFG وناخذ أفغانستان ونطلعها من التحالف. أنا أبغى أطلعها من التحالف عشان تهجم عليها باكستان. ليفيكيشن، أوكي طلعنا أفغانستان. الحين نروح لباكستان ونكتب كونسول، بعدين تاج ونكتب باك كذا باكستان يعني تقريبا، ونخلي باكستان تهجم على أفغانستان يعني كذا. طبعا ما عندهم بوليتيكال باور، نكتب بي بي نعطيهم 1000 بوليتيكال باور ونخليهم يهجمون على افغانستان. ايضا خلونا نعطيهم ناشونال يونيتي، نعطيهم 100، نعطيهم نيوك قنابل نووية باكستان، نعطيهم 500 قنبلة نووية. اوكي ما هي مشكلة، مان باور عندهم جدا خرافي الباكستانيين، فما هم محتاجين يعني. نكتب كونسول، بعدين تاج، نكتب سعودي. اوكي اخذنا السعودية اجين عيال. طبعا احنا معلنين الحرب على اسرائيل، الله اعلم. اي انا معلن الحرب على اسرائيل في 6 يوليو، فننتظر يعني الحرب لما تبدأ. وزي ما قلتكم يعني الدول العربية بيطلعون من التحالف حقي، افضل طريقة لي انه وقت يعني وقت ما قبل ما اعلن الحرب على اسرائيل بدخل العرب معي، ثم بعد الحرب وكذا اكون ورطتهم معي ولا يقدرون يطلعون. وايضا اذا انتصرنا على اسرائيل وهم معي بتكون في فرصه كبيره انهم يجلسون في التحالف، يعني ما راح يطلعون ابد خلاص. في الحرب الوحيده هي الوحيده اللي ثبتهم استونيا جوندرات. طبعا في دول كثيره دخلت مع الناتو، فالأمانة ما أعلن منهم. الروس تقدموا هنا نوعا ما، بس إنهم خسروا أماكن هنا. فبننتظر نمشي الوقت لآخر شيء، يعني إحنا في جونيور أو ما أدري. طبعا في دول عربية طلعت، من التحالف، يقولون انهم غيروا الدبلوماسية حقتهم او شيء الايديولوجية تغيرت حقتهم او شيء زي كذا.
الزبدة ترى ما في شيء انه يمنع، لكن حتى في اللعبة سبحان الله يعني مصممين اللعبة برضو عشان حتى العرب ممنوع عليهم انهم يندمجون في احنا 1 جوليو 1 جوليو 1 جوليو يمديني اعلن الحرب على اسرائيل. اوه يمديني اعلن الحرب على اسرائيل الحين يا ابوي، وش بسوي وش بسوي؟ نضغط تاج، نضغط ايجيبت، فايتوفيكيشن. طبعا الحين وش بسوي؟ نكتب يس مان. شوفوا ايجيبت الحين راح ادخلهم معي كلهم. بعدين لا خليني اول شيء اخذ تونس. تونس خشت مع التحالف، الله يقرفكم يا شيخ. تونس دخلت مع التحالف الروسي، فخلونا ناخذ تونس. نكتب تاج، نكتب تون كذا، ونطلب من نخلي تونس تطلع من التحالف الغبي ده يا ولد. ليفيكيشن شيت، الله يا اخي الله يقرفكم يا تونس. والله تونس مقربين صراحة، يعني راحة وتونس تروح مع الاتحاد السوفيتي يعني من السابع المستحيلة. الزبدة يلا يلا ما في الا ندعس ندعس تونس وناخذها اجين، ناخذها بالقوة معنا. بس يلا الدول العربية الباقية كيف؟ احنا متحاربين مع الروس الحين، يعني احنا حربنا بتكون مع الناتو. يعني والله ما ادري هل ندعس روسيا، بس اذا دعسنا روسيا روسيا بسيطة، مشكلتها بسيطة، لكن نبغى ندعس الناتو وبعدين امره بسيط. انا اشوف ان الناتو اقوى، نبدأ بالقوي والضعيف في الاخير. اوكي نكتب تاج، نكتب تاج، نكتب سعودي ونرجع. طبعا تونس زي ما قلت لكم ما في ان احنا ندخلها معنا بالقوة. طبعا العراق هو والله العراق انه كفو يا عيال، والله العراق انه محترم. العراق هو الوحيد اللي جلس في التحالف. طبعا دخلنا سوريا، ندخل لبنان، نشوف ايجيبت ندخلها معنا برضو، ندخل ليبيا برضو، ندخل لي هذه الجزائر، ندخل المغرب معنا. اوكي يا سلام سلم. ندخل الصحراء الغربية هذه برضو معنا، موريتانيا دولة عربية ندخلها برضو معنا. مالي ما ادري عنها هي دولة عربية عيال او لا، والله اني ما ادري صراحة. الصومال برضو ندخلهم معنا، السودان لا تنسون ندخلهم معنا. طبعا هم وش بيسوون؟ هم بيقبلون المعاهدة على طول، بيخشون معي في التحالف. بعد ما يخشون على طول راح اخش حرب ضد اسرائيل. فحتى قطر ما هي معنا في التحالف. نشوف الكويت، لا الكويت موجودة معنا. طبعا ندخل باكستان ايضا، ندخل باكستان معنا في التحالف. طبعا هل ندخل باكستان او لا، هل ندخل باكستان او لا يا عيال؟ افغانستان لا ما نبيها. الدول الاسلامية هذه ما بيها يا عيال، انا دولتي قوية. فخلونا ندخل باكستان معنا، يلا ندخل باكستان معنا. فباكستان بتاخذ، خلوا باكستان تاخذ افغانستان بعدها بندخلها. اوكي عشان احنا ما نبي نحارب مثلا افغانستان وفجأة يعني تروح افغانستان، لانه اذا دخلت باكستان في التحالف افغانستان برضو بتروح في تحالف، واحتمال تروح مع الروس، هذا بيسبب نكبة لنا يعني، بتصير حاجة ما هي كويسة لنا يعني. فالحين بمشي الوقت وبشوف بخليهم يقبلون زي ما تشوفون. قبلوا كلهم قبلوا. الحين يا ابوي يمدينا ندعسهم. شفتوا العرب، كل العرب الدول العربية، هذا التحالف حقي، هذا التحالف تبع الدول العربية. طيب هذه الدولة وش دي؟ اثيوبيا يعني من جد ليش ما ندخلها معنا اثيوبيا مثلا ليش ما ندخل اثيوبيا معنا؟ من جد باخذ برنت سكرين لها الصورة.
خليها ذكريات يا عيال كذا. تحالف العربي فالحين بما انهم قبلوا راح نعلن لا الاردن 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 موجود معنا، سوريا موجود معنا، لبنان موجود معنا، العراق كلهم موجودين معنا، يعني كل وضعنا في السليم. بس نبي نتأكد هل في شيء، هذه المفروض معنا برضو، هذه ما هي تبع الصومال دي، ايه هذه تبع الصومال يعني. جيبوتي، جيبوتي تبع الصومال. فكذا وضعنا في السنبتيك الحين، كذا وضعنا في السنبتيك زي ما تشوفون. الحين نبدأ الحرب على إسرائيل، فنعلن الحرب على إسرائيل. طبعا يونايتد ستيتس جريت إسرائيل كينغدوم، طبعا معناتها كذا ان بنخش الحرب ضد إسرائيل رسميا. طبعا انا عندي جيش، طبعا فيه الجيش هذا، في جيش قريب عندي، في الجيش هذا وش بسوي؟ بخليه على الحدود يا ابوي مع إسرائيل. بخليه على الحدود مع إسرائيل من هنا، وبنعطيه أمر بالتقدم، أمر بالتقدم زي كذا، نعطيه أمر بالتقدم فورا وبأسرع وقت ممكن. فراح احتمال كبير راح ندعس الإسرائيليين، يعني أنا قوة جنودي عندي يا ولد كارثية. فوش برضو موجود أيضا في جيوش عندي بحركها، يعني بحرك جيوش هنا إلى أفريقيا، بحرك جيش، بخلي بجيب جيش هنا انا وعما وبنشوف يعني وش بيصير. بحر السودان لا، السودان لا، السودان وضعه كويس. خلونا نعلن الحرب بسم الله على بركة الله، وتبا للإسرائيليين وعليهم لعنة الله ليوم الدين. كال إيلايز يعني اكلم حلفائي، بنكلم حلفائي عشان نكون كذا دخلنا الحرب. كفو سنايد سعودي عربي دكلر والله اون ذا جريت اسرائيل يا ابوي، ما في الا طحن دق خشوم. حتى ايجيبت دخلت معنا في الحرب الظاهر. خلنا نشوف سعودي هاز كالد يمن تو اور ايلاي ذا سعودي كالد ذا ويست سهرة تو اور ايلاي ذا جريت هاز كالد يونايتد ستيت اوف امريكا از اور انمي. الحين صارت حرب عالمية مع الدول العربية ضد إسرائيل زي ما تشوفون يا عيال، بدأت الحرب رسميا. بس خلنا نشوف هل أمريكا دخلت ضدنا ولا إيه، أمريكا دخلت ضدنا الحرب، هل أوروبا دخلت الحرب ضدنا ولا لا؟ أوروبا إلى الحين يعني ما دخلت الحرب ضدنا. وش بنسوي الحين، وش بنسوي بما أن هذول حلفائنا؟ العراق دخل حرب معنا، يجب دخل حرب، كل الدول العربية خشوا الحرب معي. اوكي كفو كفو، دخلنا الحرب الحين ضد اسرائيل وضد، فبنحاول نتقدم نوعا ما. يلا بسم الله خلونا نتقدم عيال. فرنسا دخلت الحرب، وبريطانيا وحلف الناتو تقريبا دخلوا الحرب ضدنا. الأردن الأردن الأردن، طبعا أنا بطلع من هنا، بطلع قاذف أو مقاتلات هنا 300 مقاذفة، لا يأخذ 500 أو 800 مقاتلة بنجيبها هنا، وبنعطيها امر. المشكله جيت اتاكر او لا لا لا، احنا نبغى مقاتلات يا عيال، نبغى مقاتلات. المقاتلات هي اللي نوعا ما، المقاتلات هي اللي بتحمينا يعني. انا كانت غلطي من البدايه الامانه، كانت غلطي. هذه ايش؟
ايوه هذه مقاتلة فايتر. ايضا بحاول اغرق اسرائيل بالقاذفات الاستراتيجية، يعني لو تشوف المطار هذا ياخذ 400، خلينا نعطيهم قاذفات استراتيجية، نعطيهم كذا. ايضا يبغالي اشياء جدا مهمة يا عيال، في اشياء جدا لازم نسويها. في اشياء 1600 والله كفو. في اشياء جدا لازم نسويها يا عيال، منها انه نطلع مقاتلات. يعني انا طلعت الطائرة دي كنت اعتقد انها مقاتلة، بس طلعت ما هي مقاتلة. فننتظر الجيوش عندنا تهجم. طبعا في جيش عندي ما هو راضي يتحرك، بعطيه امر انه يتحرك هنا على طول. اسرائيل خشت مع حلف الناتو، فطز فيهم يعني. الحين دخلنا الحرب رسميا مع حلف الناتو يا عيال، الحين خلوني ارسل الجيش هذا. انا بس ابي ادري يا عيال ليش، ايش الخطط الغبية دي؟ ابرسل جيش هنا يعني من جد معليش، لكن طبعا الجيش هذا بنرسله على الحدود، بنخليه على الحدود هذه، على الحدود مع تركيا، عشان ما يتقدمون علينا حلف الناتو. وبعطيهم ايضا خطة انهم يتقدمون لي كذا، يتقدمون لي كذا. خلينا نقطع على الروس يعني نوعا ما، خلونا نقطع الخطة على الروس او شيء زي كذا. في جيش هنا ايضا، لا الجيش هذا بنخليه يتجمع هنا. الجيش هذا 58 كتيبة خطته يهجم على اسرائيل. وفي جيش ثاني، الجيش الثاني هذا ما عنده خطة. يا اخي من جد يعني صراحة تحس الموضوع غبي شوي. طبعا الجيش هذا بيروح للحدود من هنا. الجيش هذا لا، الجيش هذا نبي نجيبه هنا نوعا ما. طبعا انا بحاول اضرب اسرائيل بالنووي يا عيال، من جد انا بضرب اسرائيل بالنووي. خلنا نضرب اسرائيل بالنووي. طبعا في امر بسويه، نكتب تي دي بوغ وان شاء الله. اوكي كنسلنا الامر هذا. الحين ضربت انا اسرائيل بالنووي يا عيال، وان شاء الله انه يتحسن الوضع. لا هذه فلسطين، فلسطين ما نبي نضربها. طبعا نشوف النووي كيف، ضربتهم نووي. ول 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 والله اعطيتهم بالنووي، بس ان شاء الله ما اكون خسرت جنود من عندي يعني. لا لا كويس ما خسرت جنود. او كويس تقدمنا، تقدمنا كفو، والله حشرنا ابوهم يا شيخ. كلاب يعني، الله عليكم يا اولاد الجزم. عشان تعرفون يا عيال انه كل الغرب ترى، كل المسيحيين، كل المسيحيين واليهود في العالم، حتى من ضمنهم روسيا ودول اوروبا، انهم ترى ما ترى هم اللي دعموا اسرائيل يعني. هم يعني حاطين اسرائيل يبونها زي السرطان في قلب العالم الاسلامي يعني. الحرب ترى ما هي مع اسرائيل، ما هي مع اليهود المساكين، او ما هي مع اي دولة ثانية. الزبدة في انزالات هنا. زي ما قلت لكم انا محتاج طائرات ومحتاج جيش يعني، نبغى نغزو، نبغى نفتح الاندلس من جديد. السودان ما شاء الله عليه قادح، الصومال ايضا يعني، في اشياء احنا محتاجينها من زمان، في اشياء احنا محتاجينها. بس وش الاشياء؟ طبعا باكستان من المفترض انها تغزو 22 نوفمبر. اوكي طبعا في دول هنا اللي هي روسيا، وانت روسيا تبي توقع معي معاهدة عدم اعتداء. اوكي نعطيها معاهدة. ذي هي شام كندو وانتو ساند 18 ديفيجن. اوكي
عمان وانت عمان الدول العربية قاموا يرسلون لي، الدول العربية يرسلون لي مساعدة، وفي دول يبون يوقعون معي معاهدة اعتداء، نعطيهم معاهدة اعتداء ما هي مشكلة. بيلاروسيا اوكي، تونس اوكي اعطناهم، ايضا في دول اسلامية ومن ضمنهم روسيا يعني وتونس طلبوا مني معاهدة عدم اعتداء. طبعا تونس احلى ما فيها انها داخلة مع امريكا، داخلة مع الروس يعني، فوضعنا في السمباتيك من ناحيتهم. ايضا خلونا نجيب مقاذفات استراتيجية، نجيب هنا نجيب هنا، والله شوي بشكل الحلقة هذه بتطول يعني للأمانة. ايضا بنجيب قاذفات استراتيجية من هنا يا ابوي، نعطيهم 1000، نعطيهم 1000 قاذفة استراتيجية. اهم شيء هنا كم المطار لا يستخدم 800، اوكي 800 قاذفة كفاية، وبنخليها تضرب لي تركيا، خليها تضرب لي تركيا وتدمر لي تركيا. ايضا المطارات هذه راح نستخدمها، حط فيها قاذفات هنا 1200، يعني اخذ 1000 كويس. طبعا كذا وضعنا في سمبتيك. الجيش هذا خلنا نعطيه التمهل، لانه صراحة ما بعد وصلوا الى الحين يعني، ما بعد وصلوا، بس في جيوش عربية كثيرة هناك. فانا من المفترض اني اطلع جيش، من المفترض اني اطلع جيش جديد. الجيش هذا الجديد عيال وين برسلها؟ برسلها هنا، برسلها لاسبانيا او شيء زي كذا، بخليه في افريقيا. ايضا احنا لازم نحمي افريقيا من الانزالات. وايضا انا محتاج مقاتلات يا عيال، محتاج مقاتلات بشكل ما تصورونه يعني. امانه كانت غلطتي اني ما طلعت مقاتلات يعني، سبب ما ادري ليش. وش بنسوي؟ خطتنا هنا ماشي زي السمنة على العسل، مشي الوقت عيال. وزي ما تشوفون احنا جالسين نتقدم هنا يعني، تقدمنا على اسرائيل. خلونا نضربهم نووي، نعطيهم بالنووي. اعطيناهم بالنووي، اوكي كفو 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 والله. طبعا حلفائنا واحنا بدأنا نتقدم هنا من عند كويس نوعا ما. والله انهم يضغطون من هنا واحنا نضغط يعني، هم يضغطون واحنا نضغط. ايضا خلونا نضرب الاتراك بالنووي، ما يمدينا. اسرائيل راحت في خبر كان للأمانة، احرقتهم بالنووي صح. ابي احرقهم بالنووي يا ابوي، يا ابوي موتوا يا هو، من جد موتوا يا هو. طبعا في حاجة ابغى اسويها، انا لازم ارتب اوراقي الحين، لازم ارتب الجيوش عيال، من جد لازم ارتب الجيوش. يعني وش كيف بسوي الحين؟ لازم انشر الجيوش صح. الجيش هذا عند اسرائيل اوكي 60 كتيبة، الجيش هذا على الحدود مع تركيا، الجيش هذا نبي نرسله هنا. الجيش هذا يا ابوي نبي نرسله هنا باسرع وقت ممكن، او خلينا نجيبهم هنا، خليهم يتجمعون هنا بعدين نرسلهم ل، او خلينا نرسلهم من الحين يعني عادي، نرسلهم هنا على الحدود مع، نوديهم لاسبانيا لانهم هم اللي بيغزون اسبانيا، ويبقى الجيش هذا. الجيش هذا ما ادري صراحة، لكن ابى اخليه على الحدود هنا في حدود الجزيرة العربية. يعني الجيش هذا لا، الجيش هذا خلينا نخليه كذا
كذا حماية على الحدود العربية. لا 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 كذا كذا الجيش هذا نجيبه هنا من هنا شيء زي كذا، نخليه حماية في الجزيرة العربية عشان ما يصير في انزالات علانا من هنا. يعني هو ان شاء الله ما راح يصير في اي انزال باذن الله، ما راح يصير في اي انزال، وبنطلع ايضا جيوش زياده. طبعا اسرائيل وضعها من سيء الى اسوء، يعني دبغناها دبغ رهيب. يعني طبعا لبنان، لبنان ما 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 هجم ما ادري ليش يعني. طبعا دعسناهم دعس، دعسناهم دعس، الله وكيلكم يا عيال يعني معليش. في 18 في كتائب هنا زيادة. استسلمت اسرائيل، الله اكبر، حررنا اسرائيل اخيرا، اخيرا تحررت فلسطين العربية، تحررت فلسطين العربية واخذتها مصر، اخذتها ايجبت، لكن احنا بنتوسط عند الاخوان المصريين يرجعونها للفلسطينيين. فلسطين رجعت زي اول، القدس رجع يا جماعة الخير. الحين خلينا نشوف وش اللي بيصير. طبعا الحين على الجبهة مع تركيا، على الجبهة مع تركيا. طبعا من جد من جد كملي وانا اسجل لي 26 دقيقة، خلاص كذا انا بختم، وان شاء الله الحلقة الجاية بنشوف يعني وش بيصير، يعني بنرتب اوراقنا من جديد وبنشوف ايش بيصير. لكن زي ما قلت لكم يعني خطتي كانت ناجحة جدا، يعني كانت ناجحة بشكل ما تتصورونه. ايضا باكستان بنخليها تاخذ افغانستان، وبنشوف يا عيال بنشوف ايش بيصير. يعني الباكستانيين لسه ما ساعدونا، يعني لسه ما ساعدونا، فان شاء الله انهم بيدخلوا الحرب معنا باذن الله. طبعا في ناس سالوني قالوا يا ابو عمير ليش ما تاخذ الدول الاسلاميه، يعني الدول الاسلاميه كثيره يعني راح يفيدونك، يعني زي اوزبكستان وكردستان وما ادري ايش، يعني دول كبيره بالهبل يعني، واندونيسيا مثلا، ويعني فيه اشياء كثيره ليش ما تاخذها معنا. والله شوفوا يعني هذه المساله صعبه شوي، لاني انا ابغى السلسلة العربية، يعني ما ابغاها يعني نوعا ما، ما ابغاها نوعا ما تكون يعني كبيرة اسلامية، لكن يمكن في احتمال كبير ان احنا ندخلهم معي الدول الاسلامية، في احتمال كبير زي ما قلت لكم ان احنا ندخلهم، لكن بنشوف ايش اللي بيصير، راح نشوف وش اللي بيصير. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.